السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من الله أن تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. سنستكمل ما بدأنا فيه من محاضرات التعليم الإلكتروني مساق الكيمياء الحيوية طلاب الطب المخبري جامعة الإسراء. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الكيتون بودي أنواعه، تكلمنا عن الكيتون بودي وتكوينه، تكلمنا عن بعض الحالات المرضية المتعلقة بالكيتون بودي زي الكيتوسيز والكيتو أسيدوزيز. قلنا الكيتوسيز هي عبارة عن حالة قد تصنف أنها غير مرضية، تنشأ في الدم بسبب أو تنشأ في جسم الإنسان بسبب ارتفاع مستوى الكيتون بودي حتى لو كان ارتفاع بسيط. سببها الأساسي الدايت، إلها فوائد صحية منها تؤدي إلى انخفاض الوزن. بينما الكيتو أسيدوزيز هي عبارة عن حالة تنشأ بفعل مرض زي تايب 2 ديابيتس ميليتس أو أدفانس تايب 2 ديابيتس، تؤدي إلى الكوما والدث، فبالتالي ما إلها أي فوائد صحية. سببها متى تنتج؟ تنتج في ارتفاع في مستوى الكيتون بودي بشكل ملحوظ وبشكل ملموس. هذا الفروقات بين الكيتوسيز والكيتو أسيدوزيز والكيتو أسيدوزيز. هنستكمل هذا الموضوع تحت عنوان محاضرة جديدة تحت عنوان الفاتي أسيد سينثيز، كيف يتم تكوين الفاتي أسيد بمختلف أنواعه. هنحاول قدر الإمكان نأخذ النوع كيف يتم تكوينه بشكل عام، ثم نلجأ إلى كل نوع على حدة زي الفوسفاتي أسيد، الكوليسترول مثلا، الفوسفوليبيد وخلافه، ترايجليسرايد، وكيف بتم عملية الميتابوليزم فيما بعد. ولكن قبل ما نبدأ بهذه العملية نحتاج إلى التعرف على بعض الفروقات. So some important difference between the paths. إيش هي الباثز المقصود فيها؟ هي عبارة عن الفاتي أسيد سينثيز والفاتي أسيد بريك داون. في هناك فروقات ما بينهم. على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إنه عملية تخليق الفاتي أسيد بتاخد مكان في السيتوسول. السيتوسول الخاص بالليفر والكيدني والبرين واللنج والأديبوس تيشو والمماري والجلاند والمماري جلاند. هذا بالنسبة إلى عملية تصنيع الفاتي أسيد. بينما في المقابل عملية البريك داون للفاتي أسيد بتاخد مكان معين، هو عبارة عن الميتاكوندريال ماتريكس. يعني في عندي ميتاكوندريال سيتوسول، في عندي ميتاكوندريال ماتريكس. الميتاكوندريال سيتوسول الخاصة بالليفر والبرين والكيدني واللنج والأديبوس تيشو بصير فيها عملية تخليق الفاتي أسيد، بينما الميتاكوندريال ماتريكس بتم فيها تكسير الفاتي أسيد من أجل تحويله إلى أسيتايل كو إنزيم A. إذا بتتذكروا المحاضرات السابقة في الكارنيتين شاتل، كيف وجدنا انه الفاتي اسيد تصل الى الميتاكوندريال ماتريكس وتحول الى اسيتايل كوينزيم A لتدخل في الكريبس سايكل من اجل انتاج الطاقه. النقطه الثانيه، الانترميدييتس ان فاتي اسيد سينثيز ار كويفالنت بوند تو ذا سلف هيدريت جروب اوف ان اسايل كارير بروتين. يعني في عندي اثناء عمليه التخليق الفاتي أسيد بتكون مركب وسطي من خلال إنشاء روابط تساهمية ما بين السلف هيدريت جروب في الأسايل كارير بروتين، بينما في الاندرميتيت فاتي أسيد بريك داون equivalent attachment to سلف هيدريت جروب of coenzyme A. يعني اثنين فيهم equivalent bond والاثنين بيحدثوا على السلف هيدريت جروب، ولكن في البريك داون بتصير على الكو انزيم A، بينما في الفورميشن بتتم على الاسايل كارير بروتين. يعني الاختلاف في المكان ايضا. الفاتي اسيد ار فورمد باي كوندنسيشن اوف تو كربون اتومز. يعني عمليه تكوين الفاتي اسيد تحدث من خلال عمليه كوندنسيشن ما بين تو كربون اتومز. طالما في عندي تو كربون اتومز بصير عمليه كوندنسيشن ما بينهم بيؤدي الى تكوين فاتي اسيد. This condensation involve C bond formation. So the fatty acid formation is the reversal for beta oxidation. يعني طالما في عندي condensation ما بين مجموعتين من الكربون أو ذرتين كربون، فبالتالي عملية تكوين الفاتي أسيد يمكن أن تعرف بأنها عملية عكسية للبيتا أكسيديشن. طب شو هي البيتا أكسيديشن؟ البيتا أكسيديشن هي عبارة عن عملية يتم فيها تكسير التو كربون أتومز، يعني مجموعتين أو أي مركب هو عبارة عن تو كربون أتومز يتم تكسيرهم من أجل إنتاج الطاقة. فهذه لو قلت أنا reversal for beta oxidation، يعني في عندي 2 carbon atoms بصير عملية اندماج لتكوين
الفاتاسيد. بينما however enzymes are different for the two processes. رغم انه عملية الكوندنسيشن للتو كربون اتومز يمكن ان لتكوين فورميشن ما بين التو كربون اتومز يمكن ان تعتبر جزء من الفاتي اسيد فورميشن وهي عبارة عن عملية عكسية للبيتا اوكسيديشن، ولكن لازم ناخد في عين الاعتبار انه الانزيمات التي تستخدم في البيتا اوكسيديشن من اجل التحليل تختلف عن الانزيمات التي تستخدم في الريفيرسال بيتا اوكسيديشن من اجل التكوين، زي الجلايكوليسيس زي عملية تخليق الجلايكوجين وعملية تحليل الجلايكوجين، عمليتين عكسيتين يحدثوا بانزيمات مختلفة. The growing fatty acid change is elongated by the sequential addition of two carbon unit derivative from acetyl coenzyme A. يعني بقول لك انه الفاتي اسيد عشان تتكون لازم يكون في عندي سلسلة من الاحماض الدهنية. هذه السلسلة من الاحماض الدهنية بعد فترة وبعد عدد معين من الوحدات بيصير في عندي تفرع، بعدين بيصير عندي elongation. اذا بتتذكر هذا الكلام اخذناه في الجلايكوجين، بيصير في عندي line strain، بعدين في عندي نقطة تفرع 1-6 تتفرع، بعدين 1-6 جديدة تتفرع بعد عدد معين من الوحدات. فبالتالي عملية elongation عملية الاستطالة من اجل تكوين الفاتي اسيد، عملية الجروينج من اجل تكوين الفاتي اسيد المطلوب تحدث من خلال اضافة 2 كربون يونت. 2 كربون يونت، هذه ال 2 كربون يونت عبارة عن كربون يونت تم اشتقاقها من الاسيتايل كوانزايم A. The activity donor of 2 كربون يونت in the elongation step is malonyl ACB. The elongation reaction is driven by the release of carbon dioxide. إذا عملية الاكتيفيشن لعملية الالونجيشن من أجل تكوين الجروث فاتي أسيد بتحدث من خلال step unit in the elongation step. الالونجيشن step والمسؤول عنها هو عبارة عن المالونيل ACB. على استمرار عملية الالونجيشن يتحكم فيها هو إنتاج الكربون دايوكسيد، هو إنتاج و خروج الكربون دايوكسيد، دليل انه صار في عندي elongation. The enzyme of fatty acid synthase are higher organ in higher organism are joined in the single polypeptide exchange called fatty acid synthase. يعني الانزيمات المسؤولة عن تكوين الفاتي اسيد في الكائنات الممالك العالية زي الهيومن وخلافه تندرج تحت إنزيم، هذا الإنزيم يسمى فاتي أسيد سينثيز، هذا الإنزيم الاسم الكامل. ولكن لو أنا فصلت هذا الإنزيم هلاقي هو عبارة عن كومبلكس بتكون من أكثر من وحدة. هنتكلم إيش هو الكومبلكس هذا وإيش الوحدات الموجودة فيه وما هي أهمية كل وحدة. In contrast the degenerative enzyme don't seem to be associated. يعني بيقول لك في عملية التخليق في الكائنات الراقية، الكائنات صاحبة الممالك العالية زي الهيومن وخلافه كالثدييات على سبيل المثال، المسؤول عن عملية تخليق الفاتي أسيد كومبلكس إنزيم يسمى فاتي أسيد سينثيز، ولكن هذا الكومبلكس إنزيم ما له علاقة بعملية الفاتي أسيد بريك داون، لأن الفاتي أسيد بريك داون إلها باثوي مختلف وإنزيمات مختلفة بشكل كامل طيب شو هو الفاتي أسيد سينثيز؟ هو عبارة عن مالتي إنزيم كومبلكس مسؤول عن عملية تكوين وتخليق الفاتي أسيد أسيتايل كوإنزيم A derivative from بايروفيت. يعني هو عبارة عن كومبلكس مسؤول بشكل أساسي عن تخليق الفاتي أسيد وتكوين الأسيتايل كوإنزيم A من البايروفيت. هل البايروفيت يمكن أن يؤدي إلى أسيتايل كوإنزيم A؟ أكيد يمكن أن يؤدي إلى أسيتايل كوإنزيم A، وإذا بدكم تتأكدوا ارجعوا للجلايكوليسيز والكريبس سايكل، فبتلاقوا انه كل جزء جليكوز بيعطيني 2 بايروفيت وال2 بايروفيت تدخل في الكريبس سايكل على شكل اسيتايل كوانزيم A. هذا كلام ما اختلفناش عليه. So the pyruvate we can classify it as substrate for this complex and palmitate is the end product. يعني تخليق الفاتي اسيد يجب ان تبدا بالبايروفيت للحصول على 2 اسيتايل كوانزيم A لكي تستمر العملية. نهاية العملية هي عبارة عن البالميتات as end product. يعني لما نشوف البالميتات بقول والله انه الفاتي اسيد سينثيز انزيم اشتغل،
استهلك البيروفيت وأدى لي أسيتايل كوإنزيم A. الأسيتايل كوإنزيم A بنيت على بعضها البعض عشان تديني إلونجيشن وأعطاني الفاتي أسيد المطلوب. طبعا هل هذه العملية تحتاج إلى طاقة؟ تحتاج إلى طاقة. مصدر الطاقة الأساسية هي الناد بي اتش. required for the formation of fatty acid is provided by pentose phosphate pathway اللي سميته HMB shunt. malic acid and isocitrate dehydrogenase. إذن عملية تكوين fatty acid تحتاج إلى multi enzyme اسمه fatty acid synthase. وظيفته الأساسية تكوين الفاتي أسيد وإنشاء الأسيتايل كوإنزيم A من البيروفيت. لكي نتأكد أنه تم عمل وأنه هذا الإنزيم اشتغل بشكل صحيح يجب أن يكون الإند برودكت مركب اسمه البالميتات. واحفظوا هذا المركب بالميتات وحنشوفه في السلايد كمان شوية. هل هذه العملية تحتاج إلى طاقة؟ أكيد تحتاج إلى طاقة. الطاقة تستمد من الناد بي اتش الذي تستهلك فيها الطاقة. formation of fatty acid is provided. طب الناد بي اتش من وين بيجي؟ بيجي من البنتوز فوسفات شاتل شنت. بنتوز فوسفات باثوي شنت. بالإضافة إلى إنه بيستخدم بعض الإنزيمات زي الماليك إنزيم والأيزوسيتريت دي هيدروجينيز. عملية الفاتي أسيد formation أو الفاتي أسيد سينثيز الريديوسينج فورم هي الناد بي اتش، والأكسيدايزنج فورم هي عبارة عن في عملية الفات أسيد ديجريديشن هي الناد بلس والفات دي الفات. طب الإلونجيشن باي فات أسيد سينثيز كومبلكس ستوب متى تتوقف؟ تتوقف في حالة واحدة وهي عبارة عن الحصول على مركب يتكون من 16 ذرة كربون سميته البالميتات. إذن هذا الكلام حكيته في الأول ثلاث سطور في الفقرة الأولى من هذا السلايد. وكمان هنا بحكي انه متى يتوقف هذا الانزيم اللي اسمه فاتي اسيد سينثيز كومبلكس، ومتى اتاكد انه هذا الانزيم اشتغل؟ لما الاقي في النهايه مركب يتكون من 16 ذره كربون اسمه بالميتات. further elongation and insertion of double bond are created out by other enzyme system. بعد كده علشان يصير elongation في اكتر من 16 لازم استخدم انزيمات اخرى عشان تديني الدبل بوند. نوت بسيطه، اسيتايل كوينزيم A كاربوكسيليز ابايوتين كونتينت انزيم كونفيرت اسيتايل كوينزيم A تو مالونيل كوينزيم A. اذا انا في عندي البايوتين، البايوتين كونتيننج انزيم يعمل على تحويل اسيتايل كوينزيم A الى مالونيل كوينزيم A. طبعا انا بذكرها هنا لان هذكرها قدام بشكل مفصل عشان ناخد بس ان والله في انزيم هو عبارة عن اسيتايل كوينزيم A كاربوكسيليز بيلعب دور كبير جدا في تحويل اسيتايل كوينزيم A تو مالونيل كوينزيم A. خلينا نشوف الفكرة في السلايد هذه بالصورة. لو فرض عندي، نبدأ من فوق، عندي جليكوز دخل في عملية الجليكوليسيز ادالي بيروفيت. في وجود انزيم اسمه بيروفيت دي هيدروجينيز كاربوكسيليز ادالي اسيتيل دي هيدروجينيز. الاسيتيل دي هيدروجينيز اسيتيل دي هيدريت تحول الى ايثانول يعني كحول من اجل انتاج الطاقه، من اجل انتاج الكحولات. في وجود انزيم اسمه الالدهيد دي هيدروجينيز ادالي اسيتيت. الاسيتيت ممكن يروح على البريكسوزوم على شكل اسيتيت، بعدين اسيتايل كوينزيم A كريبس سايكل يعني طاقه، او الفاتي اسيد يصير لها بيتا اوكسيديشن تديني أسيتايل كوينزيم A كريبس سايكل طاقة. لو هنا أنا الأسيتات وهو أحد أنواع الكيتون بادي ممكن يتحول إلى أسيتايل كوينزيم A، وهذا الكلام أخذناه في المحاضرة السابقة في محاضرة الكيتون بادي. ممكن يتفاعل في إنزيم آخر اسمه أسيتيل كوينزيم A كاربوكسيليز ACC اللي حكيتها في النوت قبل بشوية. أسيتيل كوينزيم A كاربوكسيليز ACC as enzyme بيحول الأسيتيل كوينزيم A إلى مالونيل كوينزيم A اللي بتلعب دور كبير جدا في إنشاء الفاتي أسيد. طب هل هي فعلا؟ أي كلام هذا حكيناه في العبارة إنه المالونيل أحد المركبات الأساسية التي تدخل في إنتاج، أيوه المالونيك أسيد أحد المركبات الأساسية التي تدخل في عملية الإنتاج. طيب لو البيروفيت، أنا عندي بيروفيت
البيروفيت ممكن تدخل الميتوكوندريا، في عندي بيروفيت دي هيدروجينيز هيعطيني اسيتيل كو انزيم اي، هتدخل الكريبس سايكل وتعطيني طاقه. لانه قبل بشويه قلت انه البيروفيت يعتبر هو البريكيرسر سبستانت لانتاج الطاقه، وانه الفاتي اسيد سينثيز وظيفته الاساسيه انتاج الفاتي اسيد بالاضافه الى انتاج الاسيتيل كو انزيم اي من خلال البيروفيت. فهنا عرفت كيف البيروفيت ممكن يعطيني اسيتيل كو انزيم اي من خلال انزيم اسمه البيروفيت دي هيدروجينيز، وهذا تكلمنا فيه في الكربوهيدرات ميتابوليزم. الاسيتات شفنا ممكن يدخل البيركسوزوم ويعطيني اسيتيل كو انزيم اي، وممكن يدخل النيو كلاس ويعطيني اسيتات، والاسيتات تتحول لاسيتيل كو انزيم اي اللي يعمل اسيتيليشن للكروماتين. لما اقول اسيتيليشن يعني للكروماتين، يعني بصير الكروماتين مور كومباكت، يعني مغلق مضغوط يعني محمي. لما يكون البروتين الدي ان اي محمي بيكون صار له اسيتيليشن، لما يصير له اسيتيليشن كروماتين اسيتيليشن عكس الميثايليشن. الميثايليشن انا بضيف ميثايل جروب فالبروتين الدي ان اي بصير له بلوكينج، الاسيتيليشن بضيف اسيتيل جروب فالدي ان اي بصير ريلاكس. ايش يعني ريلاكس؟ يعني اوبن سيستم، يعني بصير له ترانسكريبشن وترانسليشن. لما اقول دي اسيتيليشن بصير كومباكت يعني مغلق، ما بصير لي عندي ترانسكريبشن او ريبليكيشن. هذه السلايد بتوضح لي كيف يتم الحصول على الاسيتيل كو انزيم اي من البيروفيت، وما هو مصير البيروفيت لو تحول الى اسيتالدهاي ثم تحول الى اسيتات اذا دخل البريكسوزوم او دخل النيوكلاس. طيب الفاتي اسيد سينثيز كعمليه تبدا من الكربوكسيليشن اوف اسيتيل كو انزيم اي تو مالونيل كو اي، وهذا الكلام حكيناه انه هنا تبدا عمليه انتاج الفاتي اسيد. عشان نديني هنا فاتي اسيد الموجوده على يسار الشاشه، لازم الاسيتيل كو انزيم اي يتحول الى مالونيل كو انزيم اي، ومن ثم المانوليل كو انزيم اي تدخل وتساهم في انتاج الفاتي اسيد. طيب كيف يتم تحويل الاسيتيل كو انزيم اي؟ بفعل انزيم كتب في النوت اسمه اسيتيل كو انزيم اي كاربوكسيليز انزيم. عشان كده بقول لي انه عمليه تكوين وتخليق الدهون تبدا من عمليه الكاربوكسيليشن للاسيتيل كو انزيم اي بفعل انزيم اسمه اسيتيل كو انزيم اي كاربوكسيليز انزيم، ليتحول الى مالونيل كو انزيم اي. طبعا هل هذا التفاعل ريفيرسبل او ريفيرسبل؟ لا، هو تفاعل ريفيرسبل، فبالتالي المالونيل كو انزيم اي بمجرد ما يتكون ما بيرجع الى اسيتيل كو انزيم اي. The synthesis of malonyl coenzyme A is catalyzed by acetyl coenzyme A carboxylase which contains biotin prosthetic group. عشان كده انا قلت انه من اشهر الانزيمات الموجوده في البيوتين هو عباره عن acetyl coenzyme A carboxylase. The carboxyl group of biotin is equivalent attached to the epsilon amino acid of lysine residue as in pyruvate carboxylase and propionyl CoA carboxylase. يعني كأنه بقول لي إنه الكربوكسيل جروب الموجودة في البيوتين بصير لك equivalent attachment مع الإبسلون أمينو أسيد الموجودة في الريزيديوال، نفس اللي بصير على البيروفيت كاربوكسيليز والبروبيونيل كوإنزيم A كاربوكسيليز، ما في أي اختلاف ما بينهم. يعني كلهم بصير في عندي عملية equivalent attachment مع الإبسلون أمينو جروب الموجودة في اللايسين ريزيديو. لما أقول لايسين ريزيديو، كلمة ريزيديو يعني أمينو أسيد يعتبر جزء من البيبتايد تشينج. A carboxyl biotin intermediate is formed at the expense of the hydrolysis molecule of ATP. يعني بينتج يعتبر intermediate، يتكون من خلال عملية الهيدروليسيز of ATP molecule. The activate carbon dioxide group in this intermediate is then transferred to acetyl coenzyme A to form malonyl coenzyme A. يعني في عندي جزء ATP، هذا جزء ATP بيصير له هيدروليسيس فبتحول الى ADP. كمية الطاقة التي انتجت تعمل على تنشيط الكربون دايوكسيد ونقله الى الاسيتيل كوانزيم A وتحويله الى مالونيل كوانزيم A. يعني هذه العملية عملية تعتبر عملية ماصة للطاقة، يعني تحتاج إلى طاقة.
ايش هي الطاقه اللي تحتاجها؟ انه في عندي جزيء ATP يتم استهلاكه وتحويله الى ADP. الطاقه التي تنتج او لا الطاقه التي تستهلك تستخدم في نقل الكربون دايكسيد واكتيفيشن للكربون دايكسيد ونقلها الى اسيتيل كوانزيم A وتحويلها الى مالونيل كوانزيم A. فانا كده حولته الى مالونيل كوانزيم A اللي بيدخل بشكل مباشر في انتاج الفاتي اسيد بناء على الرسمه السابقه. انترميديت ان فاتي اسيد سينثيز ار اتاتش تو ذا اسيتيل كارير بروتين. هل عملية تخليق الفاتي أسيد يرتبط بالأسايل كوإنزيم A أو عفوا يرتبط بالأسايل كارير بروتين؟ أكيد يرتبط. وإذا بدك تتأكد ارجع للكارنيتين شتل، هلاقي إنه الفاتي أسيد لا تدخل إلى الميتوكوندريال سيتوسول أو الميتوكوندريال ماتريكس إلا إذا تحولت إلى أسايل فاتي أسيد أسايل كوإنزيم A، فاتي أسيد أسايل كوإنزيم A بفعل بعض الكارير بروتين الموجودة في السيل ممبرين تاع الميتوكوندريا. فبالتالي الأصايل كارير بروتين تلعب دورا كبيرا ومهما في عملية تخليق الفاتي أسيد هاي النقطة، وفي عملية إنتاج أو استهلاك الفاتي أسيد من أجل إنتاج الطاقة. طيب four different compound are required for activation. في عندي أربع عوامل أساسية بتلعب دور كبير جدا في عملية الاكتيفيشن. أول حاجة وجود البيوتين كاربوكسيليز، ثاني حاجة وجود البيوتين كاربوكسيليز كارير بروتين، الثالث والرابع هو الألفا أند بيتا كاربوكسيل ترانسفيريز. يعني عندي بيوتين كاربوكسيليز، في عندي بيوتين كاربوكسيل كارير بروتين، في عندي ألفا أند بيتا كاربوكسيل ترانسفيريز. أربع مكونات أساسية مهمة جدا في تحويل الأسيتايل كوإنزيم A إلى مالونيل كوإنزيم A من خلال استهلاك جزيء ATP واستهلاك الطاقة الناتجة في تنشيط الكربون دايكسيد ونقلها إلى الأسيتايل كوإنزيم A تحت تأثير إنزيم اسمه أسيتايل كوإنزيم A كاربوكسيليز. بدونهم ما في عملية إنتاج المالونيل. In the first step in ATP dependent reaction سماها ATP dependent reaction لأنه يتم استهلاك واحد من الـ ATP. Carboxyl group derived from bicarbonate HCO3 is transferred to biotin which serve as a temporary carrier for carbon dioxide before transferring it to acetyl coenzyme A in the second step to yield malonyl coenzyme A. بقول لك المالونيل كوانزيم A عشان يتكون لازم يكون في عندي بايوتين، لازم يكون في عندي انزيم اسمه اسيتيل كوانزيم A كاربوكسيليز انزيم، وفي عندي ATP. ATP بتحلل فبيعطيني طاقة و ADP. الطاقة تستهلك في تنشيط الكربون دايوكسيد ونقل مجموعة الكاربوكسيل جروب من البايكربونات إلى مركب وسطي بنسميه البايوتين. البايوتين هو عبارة عن مركب وسطي يعمل كناقل لمجموعة الكربون دايوكسيد. بعد ما يعمل كناقل لمجموعة الكربون دايوكسيد بوصل الكربون دايوكسيد إلى الأسيتايل كوإنزيم A، والأسيتايل كوإنزيم A بعد كده بتتحول إلى مالونيل. زي ما احنا شايفين في الصورة إنه أنا عندي أسيتايل كوإنزيم A بلس بايكربونات تم استهلاك 1 ATP تحولت إلى ADP زائد فوسفات، وجود الأسيتايل كوإنزيم A كاربوكسيليز إنزيم أدى إلى نقل مجموعة الكاربوكسيل الموجودة في البيكربونات إلى البيوتين as intermediate substance، وبعد كده نقل مجموعة الكربون دايكسيد من الانترميديات سابستانت والبيوتين إلى الأسيتيل كوإنزيم A من خلال حذف H واستبدلها بCO2 فأدت إلى تكوين مالونيل كوإنزيم A كمركب أساسي لإنتاج الفاتي أسيد. أعتقد واضحة وسهلة. إذا في أي سؤال نحن على استعداد. صورة تانية بتبيني الكلام اللي إحنا حكيناه. في عندي أسيتايل كوإنزيم A بلس ATP بلس بيكربونات وإنزيم اسمه أسيتايل كوإنزيم A كاربوكسيليز أدى إلى تكوين ADP بلس فوسفات جروب بلس هيدروجين بلس مركب أساسي اسمه مالونيلي كوإنزيم A. صورة أخرى بتوضح الكلام اللي احنا قلناه
ولكن هنا في الصورة السفلى بتوضح كيف البيوتين بيلعب كانترميديت. في عندي بايكربونات ATP زائد بيوتين as enzyme or as intermediate substance حمل الكربوكسيل جروب من البايكربونات على البيوتين، فيعطاني كربون دايوكسيد بيوتين انزيم، بيوتين انزيم زائد ADP زائد فوسفات. الكربون دايوكسيد الموجودة على البيوتين حملت على الاسيتايل كوانزيم A في وجود انزيم اسمه اسيتايل كوانزيم A كربوكسيليز، فأداني المالونيلي كوانزيم A زائد البيوتين انزيم. يعني البيوتين انزيم زي ما دخل في التفاعل خرج في التفاعل، وظيفته الأساسية إن هو عبارة عن intermediate substance. What the meaning of intermediate substance؟ يعني ما إله أي يعني لا يساعد في التفاعل، ولكن لا يعني خلينا نقول لا يساهم في إنتاج التفاعل ويساعد في إنتاج التفاعل، ولكن لا يغير ولا يتغير، لا يغير ولا يتغير، لا يتغير لأنه زي ما دخل بيوتين خرج بيوتين، ولا يغير يعني لا يؤثر في التفاعل بشكل سلبي. طيب آخر حاجة بدنا نتكلم عنها في المحاضرة هذه الترانسبورت أوف أسيتايل كوإنزيم A. تكونت الأسيتايل كوإنزيم A، ولكن طالما هي تكونت لازم تنقل لمكان يحدث من خلاله ويحدث فيه عملية تصنيع الفاتي أسيد، وهي عبارة عن السيتوسول، لأنه قلنا الفاتي أسيد فورميشن في السيتوسول، الفاتي أسيد بريك داون في الماتريكس. أول حاجة بالنسبة للأسيتايل كوإنزيم A which is the building block of fatty acid، هي الوحدة الأساسية وحجر البناء الأساسي والمركب الأساسي لإنتاج الفاتي أسيد. is produced in mitochondria from pyruvate وشفناها في الصورة، but acetyl coenzyme A is not permeable to the mitochondrial membrane. صحيح إنه الأسيتايل كوإنزيم A هي الوحدة البنائية لتكوين والحجر البنائي الأساسي لتكوين الفاتي أسيد، تنتج وتكون في الميتوكوندريا من خلال البيروفيت وشفناها كيف، ولكن لا تملك القدرة على الدخول إلى الميتوكوندريا من تلقاء نفسها، فبتحتاج إلى كارير بروتين لتنقل إلى الميتوكوندريا وصولا إلى السيتوسول من أجل تخليق الفاتي أسيد، ووصولا إلى الماتريكس من أجل إنشاء الطاقة وإنتاج الطاقة. طب كيف بدها تصير الترانسبورتيشن؟ ببساطة the transport of acetyl coenzyme A into cytosol is achieved in the carrier protein، the acetyl coenzyme A and cytosol in the formation of citrate which is freely permeable. يعني ممكن بطريقة أو بأخرى، الطريقة أحد الطرق إلى بتحتاج إلى كارير زي ما شفناها في الكارنيتين شاتل، الطريقة الثانية بطريقة التوائية إنه لا تتحول الأسيتايل كوإنزيم A إلى مركب آخر اسمه سيترات، وطالما تحولت إلى السيترات، السيترات بتميز إنه ممكن يدخل تلقائيا في الميتوكوندريا ويصل بشكل مباشر إلى الميتوكوندريا سيتوسول بشكل سليم وبشكل مباشر دون أي مساعدات ودون أي كارير بروتين، لأنه يعتبر freely permeable، يعني بيدخل بدون أي كارير، ما بيحتاج كارير بروتين للوصول إلى الميتوكوندريال ماتريكس. الأسيتايل كوإنزيم A is converted to citrate by citrate synthase of citric acid cycle. يعني علشان تتحول الأسيتايل كوإنزيم A إلى سيترات تحتاج إلى إنزيم اسمه سيترات ثينثيز، وهذا يعتبر أحد الإنزيمات الموجودة في الكريبس سايكل إذا رجعت للكريبس سايكل، لأنه في الكريبس سايكل فيه سيترات. طيب أعطاني سيترات، السيترات بدخل بشكل تلقائي إلى الميتوكوندريال سيتوسول. كريبس سايكل ترانسبورتر بريزنت إن ميتوكوندريال ممبرين ترانسبورت سيترات تو سيتوسول directly without any problem. Acetyl coenzyme A can be regenerated from citrate in cytosol by ATP citrate lysis cofactor or ATP and coenzyme. ممكن يصير regeneration للأسيتايل كوإنزيم A بشكل متوالي من خلال وجود السيترات في السيتوسول، وهذا احنا شفناها في الكريبس سايكل كيف ممكن تبدأ بوكزالوسيتات وتنتهي بوكزالوسيتات، تبدأ بوكزالوسيتات وتنتهي بإكزالوسيتات مرورا بالسيترات والساكسينيل وخلافه من المركبات. أكزالوأسيتات formed in the above reaction، في الرياكشن اللي رقم 5 الأكزالوأسيتات بتتكون، بصير is reduced to the malate by NAD dependent cytosolic malate dehydrogenase، وهذا نفس الكلام وجد في الكريبس سايكل إنه الأكزالوأسيتات بتتحول إلى malate بفعل إنزيمات معينة تسمى مالات دي هيدروجينيز اللي موجودة as
one part of the Krebs cycle. The cytosolic malic enzyme convert malate to pyruvate in NAD P plus dependent reaction. فممكن بمجرد ما يتكون المالات يجي عندي انزيم اخر اسمه ماليك انزيم موجود في السيتوسول يحول المالات الى بايروفيت والبايروفيت تحول الاسيتال كوينزيم اي مره اخرى والكره والسايكل تعيد نفسها بنفسها. NAD pH produced in this reaction is used for fatty acid synthesis. اكيد وهذا الكلام حكيناه في المحاضره في اول بدايه المحاضره هذا. Therefore acetyl coenzyme A transport from mitochondria to cytosol indirectly provide NAD pH required for fatty acid synthesis. وشفنا هنا كيف الأسيتيل كوينزيم A تنقل إلى الميتوكوندريا سيتوسول بشكل غير مباشر عن طريق تحويلها إلى السيترات. عند تحويلها إلى السيترات السيترات يدخل إلى الميتوكوندريا الماتريكس بشكل سليم وبشكل بسيط دون أي حاجة إلى كارير بروتين، ثم يعاد تصنيع الأسيتيل كوينزيم A أكثر من مرة للوصول إلى الوحدة البنائية التي تسمى أسيتيل كوينزيم A والتي تلعب دورا كبيرا ومهما في إنتاج الفاتي أسيد. هنتوقف عند هذه الصورة وحنكمل المحاضرة الجاية ابتداء منها وحنشوف كيف الكربوهيدرات وكيف الأسيتيل كوينزيم A وكيف البيروفيت يساهم في عملية إنتاج الفاتي أسيد. دمتم في حفظ الله ورعايته ورعايته على أمل أن نلتقي إن شاء الله.